حنوزع الشخصيات يا حبيبي. اجلس اجلس، لا تحب فوق راسه ولا شيء. اجلس يا ابن الحلال، اجلس يا حبيبي اجلس. الله يعني اللي هو تصف الله. خربت الكشخ يا عبد الله، خربت النشا. طيب كذا كذا ادري عاد كيف تنحط هذه الحاجات. لا 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 كشخه والله. طيب كشوخه. في نقطة يمكن ما تكلمت فيها من البداية، اللي موضوع المسرح، كيف نخليه هو مسرح هادف أو مسرح ما هو مرغوب أو مسرح مرغوب عند الممثل أو فريق العمل اللي يبغى يشتغل. أول حاجة علشان تكون راغب في الشيء اللي أنت تبغاه، تحدد هدفك من البداية إيش هو. أنا أبغى أشتغل في المسرحية هذه، ليش أبغى أشتغل في ذي المسرحية؟ هل علشان أني أبغى أطلع برايم؟ هل علشان أني أبغى أوصل فكرة؟ هل علشان أبغى أوصل هدف؟ أبغى أطلع بكاركتر جديد؟ لازم تحدد النقطة اللي أنت تبغى توصلها من خلال المسرحية من البداية. إذا أنت حددت الهدف حقك في المسرحية تطلع أمورك كويسة وبروفاتك تطلع سهلة، لأنك أنت ماشي على هدفك. لكن إذا كان موضوع أنه والله عشان فلان وعشان فلان ولا عشان يشوفوني الناس ولا عشان، ما راح توصل الهدف اللي انت تبغاه، مو بس في المسرح بصفه عامه. كلام. اذا انت هدفك واضح في المسرحيه راح تعرف انت ايش تبغى. طيب كيف انا احدد نوع المسرحيه حقتي؟ هذه هادفه ولا هذه الناس يبغوها ولا الناس ما يبغوها؟ في مقياس. اللي يطلع على المسرحيات واللي يشوف المسرحيات بيشوف الجمهور فين موجود اكثر شيء. هل هو موجود عند مسرح نخبوي؟ هل هو موجود عند مسرح اجتماعي؟ هل هو موجود عند مسرح ملحمي او غنائي او موسيقي؟ ايش الجمهور وين؟ كوميدي. الكوميدي يدخل تحت الاجتماعي. الاجتماعي كله. فهذا الشيء اللي بيصير انت تشوف فين علشان انا اعرف وين رايح. هدفي انا، خليني اتكلم عن نفسي، انا هدفي اوصل للبرايم الاخير. تمام؟ الجمهور كله قاعد يتابع المسرحيات اللي باللغه العربيه الفصحى. خلاص انا لازم اجي اركز على دوري انه المسرحيه اللي اشتغلها باللغه العربيه الفصحى، علشان انا قاعد امشي مع الجمهور وفي نفس الوقت قاعد امشي مع هدف اللي انا ابغاه. لكن انا والله ما لي هدف، ان جاء برايم الاسبوع هذا جاء ما جاء كيفهم، الجمهور يبغى لغه عربيه فصحى انا ما تفرق معي اطلع باي حاجه. فهذه الاشياء كلها بتطلعك في النهايه بشكل سعود اضيفه سيء، صح ولا لا؟ شكل بايخ. بالضبط. طيب عند مين الاذان؟ يلا اذن انا. عندك الاذان؟ عند بسام السيف. الله يذكره بالخير. انا هنا هنا هنا. شفت الاوفر في الضحكه هذه؟ سوي يا مسرح. الاوفر والمبالغه هذه اللي نبغاها. يا سخيف قول له يا سخيف. لا يسوي وجهه نظرك نحترمها يعني. انا اي صالح صالح صالحه لك، احترمتها لانها صالحه لك. لا صالح نظر في كل الحالات سواء كانت سيئه او كويسه. وجهه النظر بس يعني في حاجه دام انها اخر. تفضل. عاد اسوي معك قو صوره بعدين. لا بعدين حنسوي مع بعض بعدين. اذن لفت عليك. لا ابدا يا ابو اذن يا حبيبي يا ابو معاذ. ايش